تخيلوا معاي ان احنا في غابه وفي ثلاثة اصحاب، حمامه وحوته وقطوس. الثلاثه هادو كل واحد فيهم راح يمشي لمكان. الحمامه قالت انني عندي جناوح ونقدر نطير فطارت. الحوته قالت نعرف ولد عمي يخدم في البحر ومداير هلبه فلوس، قالت خلاص انا راح نخش للبحر. قعد القطوس قال اني مانيش عارف، قعد حاير. لكن كلام الحوته اغراه وقال اني حتى انا بنخش للبحر. فتو عندي الحوته والقطوس والزوز نقزوا في البحر. السؤال، شن بيصير في الحوته وشن بيصير في القطوس؟ اسمي عبد الرحمن الخنجاري، بديت حياتي وانا صغير كان يسالوا فيا شن تبي تكون؟ كنت نقولهم نبي نكون طبيب عيون، مانيش عارف السبب علاش. في سنه 2000 شرينا اول كمبيوتر، هذا اول كمبيوتر شريناه كان ويندوز 98. خشيت عليه وجربته ودرت فيه كل شيء، فحبيت الكمبيوتر، قلت خلاص بنكون مهندس كمبيوتر. بعدين خشيت لكلية الهندسة والحمد لله خشيت قسم الهندسة النووية، فدرست فيه أحلى سنين حياتي هذا قسم الهندسة النووية. الحمد لله تفوقت فيه ونجحت الأول، أول وبمرتبة شرف. تم اختياري بعدها كمعيد في الكلية، طبعا ما اختاروش معيد من 7 سنوات لصعوبة المهمة هذه، خاصة أنها هندسة نووية وعلم معقد. فبعدين جتني حتى عروض نطلع في الخارج في دورات خارج ليبيا، لكن في الأخير قدمت استقالتي. طبعا تقديمت استقالتي أنا واحد كان معيد وكذا، واحد سبب صدمة كبيرة لأهلي أصحابي والناس اللي يعرفوني. علاش قدمت استقالتي؟ شين الفيز؟ شين صار لك؟ مهبول؟ ضربوك بعين؟ بكذا؟ هم مش عارفين شين صاير. خلينا نرجع بكم بالزمن التالي لسنة 2011، لما أنا حولت، كنت صراحة نقرأ في قسم الهندسة الكهربائية. كان القسم هذا يعني هو البوابة لأنك تكون مهندس اتصالات، فكان الموضوع هذا فيه إغراء مادي كبير، وكان الناس فخورين بي مهندس اتصالات وكذا ما شاء الله عليه. حولت لقسم الهندسة النووية. التحويلة هذه من قسم كبير معروف يعني بشكل يعني الناس كلها تشوف له بنظرة فخر إلى قسم صغير مغمور كان في الكلية، طلبة ما يندرولاش بكل، مش فلاش شين هندسة نووية، شين بدرنا قنبلة بتفجرنا؟ فكان نوع من الاستهزاء بالمجال هذا. الشيء هذا يعني نرفزني بشكل كبير وخلاني يعني غاضب، كيف تتساهك على مجال زي هذا بحكم اني قريت فيه وحبيته وعارف الاهميه بتاعه؟ الاحساس هو بالغضب خلاني نتجه للاقسام الاخرى زي قسم هندسه التعدين والمجالات الثانيه لانها مهمه الطلبه ما يتجهوا لهاش. علاش كلها تبي هندسه كهربيه هندسه مدنيه؟ فالقعد الغضب هذا يقود فيا لاكثر من ذلك. فالحمد لله خشيت لاتحاد الطلبة بالكلية، اتعرفت على طلبة من مختلف الكليات، من كلية الزراعة، من كلية البيطرة، من كليات الآداب. فبديت نشوف في مجالات يعني مهمة بشكل كبير، تبي علاش الطلبة يمشوا لهاش؟ علاش كلها طب هندسة طب هندسة؟ علاش التكدس هذا صاير؟ في مثل بسيط يعني نبيكم تتخيلوه، تخيلوا البلاد كلها عبارة عن قارب في البحر. القارب هذا كيف بيقعد متوازن؟ إلا لما تكون الحمل عليه زي بعضه متوازن، بينما الحمل كله جاي في طرف واحد، شين بيصير؟ القارب حينقلب. وهذا اللي بدأت نشوف فيه صاير في البلاد حاليا، ان في خلل كبير في التوازن في التخصصات. فقلت لازم ندير تغيير في الموضوع هو. فبديت شني قلت لازم نعرف انا اول شيء التخصصات هذه بالتخصص، جيت للكليات شنو الاقسام اللي عندكم، شنو الفروع الموجوده. فبديت نعرف كل قسم، كل ما نتعرف على قسم كل ما نقول يا ريت الناس كلها تمشي تقرا فيه لانه مهم جدا. مثلا قسم السياحه، علاش مش مهتمين به بشكل اساسي؟ خاصه ان ليبيا تو تعتبر بلاد سياحيه. دايرين قسم في كليه الاداب، قصدي مش منطقي الكلام هذا، في دول مدايره كليات للموضوع هذا. مثلا كليه الطب البيطري، في ناس ما تجهلاش، يقول لك شني بتعالج لي خروف ولا دجاجه ولا قطوس. بنسال سؤال، تخيلوا ان ما فيش اطباء بيطريين بكل، وتو احنا على ابواب عيد اضحى، وكان الخرفان مرضوا، مين بيعالجهم؟ مش هتعيدوا كلكم. فهذه مشكله كبيره ان الناس مش حاسه بقيمه التخصصات. بعدين قعدت نتساءل، اوكي عندنا مجالات وعندنا كليات،
بي كيف نبي نعرف الشخص المناسب للكلية أو التخصص المناسب؟ يعني أكيد كل مجال يمشي معاه نمط شخصية يختلف عن النمط الآخر. ففرضاً لو اخدنا مكعب، يعني مكعب بنركبوه فتحة دائرية، شو بيصير؟ يا إما ما يخشش يا إما المكعب حيتكسر. وهذه لاحظت أن هالبناس خاشين لمجالات ما تمشي معاهم، مش ماشية مع قدراته. فالموضوع شدني موضوع الشخصيات، فقعدت ندرس عليه، فقعدت نعرف الأنماط الشخصية والاختبارات ومتاعها وغيرها. بعدين الموضوع لا ما قعدش علي ندرس الموضوع، بنطبقه تطبيق. فمشيت لطلبة الثانويات وقعدت ندير لهم في ورش عمل للتوعية بالمجالات والتخصصات. لاحظت أن في جهل كبير للأسف بسبب الثقافة المجتمعية، بسبب الأهل أن مش مخلين يعني أطفالهم أو أبنائهم يعرفوا المجالات هذه. وكذلك حتى للأسف يعني الإعلام بصفة عامة مش موعي بالموضوع هذا، وكذلك التعليم. أوكي، بعد ما درت الورش هذه وكل شيء وقفت مع نفسي لحظة، أنا درت لهم ورش وعرفتهم وكذا، بهيني مني أنا يشيني أنا بروحي مش مطبق على نفسي. فقعد الموضوع قصدي مزعج، يا عبد الرحمن دير على روحك التطبيق هذا. طيب خشيت اختبار الشخصية، طلع الشخصية تاعي ENFP اللي هي اجتماعي حدسي عاطفي مرن. الصفة هذه من الشخصية ما تمشيش مع المجال الهندسي بشكل كبير، هذه تمشي مع واحد يمشي في مجال علم النفس أو أقولها سايكولوجي أو مجال education التعليم. ايش ندير أنا قاعد توه في المجال هذا؟ فحسيت نفسي صراحة زي القطوس اليوم في البحر. حاسس روحي مش إمكاني بكل شيني هندسة شيني واحد. أنا إيش معي موضوع اسمه فيه الإرشاد النفسي أو أنا التحفيز أو أنا كيف اسمه فيه الإرشاد الوظيفي، مليش علاقة بالهندسة. فالموضوع خادني إن بعد فترة اشتغلت في مدرسة، وهذه صورة لي في المدرسة، فكانت بيئة المدرسة بيئة مثالية جدا إني نطبق فيها اللي تعلمته، نحط فيها الشغف متاعي. حاس نفسي فعلا زي القطوس اللي على البر، نقدر نجري براحتي. فخلال تعاملي مع الصغار وغيره ويعني قعدت نتعامل معهم ونحل لهم مشاكلهم، يجوني يشكوا لي اولياء الامور مرات يتعامل معي ولدي صاير له كذا. فبدأت نخدم، طبعا نخدم انا يعتبر اداري حاليا، خدمت اداري، خدمت معلم، خدمت جرافيك ديزاينر او مصمم، واخصائي اجتماعي. ففي مره من المرات جتني بنت صغيره تبكي بعبرتها. خير قلت لها، قلت لي يا غوريلا. شنو يا غوريلا؟ نزلت لها لقطة، طبعا عادي لازم تنزلهم تشوفوا لهم عليها مدى النظرة بتاعهم. نزلت لها، باه خير؟ قالوا لي يا غوريلا. باه انت طراطوري؟ قلت لي لا. انت سيارة؟ قلت لي لا. اكيد انت دلاعة؟ قلت لي لا. تفاحة؟ لا. قطوسة؟ لا. ما انت غوريلا؟ قلت لي لا. طلعت تجري. خلاص هي كانت تبكي من الغوريلا، قلت لها في الاخير فرحت. العملية اللي درتها لها سووا فيه علاج معرفي سلوكي بسيط، جبت لها من حاجات جامدة كبيرة، حاجات شبه حية، حاجات حية، عرفت نفسها هذا كله ما يمشيش عليها. فخذت مناعة انها ما عادش اي حد يسبها او يقولها كلمة، ما عادش تتأثر خلاص. فالموضوع هذا فرحني بشكل كبير اني فعلا بديت ندير في انجاز، انه في ناس نازلهم في مشاكلهم. فالموضوع قادني، لا انا ما عادش بنوقف على النقطة هذه، نبي نتعلم اكثر في الموضوع هذا. فبدأت يعني قعدت نقرا في السايكولوجي، سجلت في الجامعة المفتوحة، قريت قسم تربية وعلم النفس، قريت مادة السايكولوجي والحمد لله صفيتها بامتياز. فالموضوع شجعني أكثر وبديت نتعلم، كنت ماشي زي ما نقولوا بالفطرة متاعي إني نصرف فيكي، لا لما بديت نقرا في أساس علمي بديت نعرف كل حاجة شنو وظيفتها. فآخر حاجة درتها مشروع اللي هو بنطبق فيه طبعا المعارف النفسية اللي تعلمتها، اللي هو مشروع زدني للتعلم عبر الانترنت. الفكرة هذه عبارة عن جروب درتها على الفيس، الهدف منه ان في الانترنت توا حاليا في منصات كبيرة تعليمية توفر في كورسات، اقولهم الموك اللي هي الكورسات بعيدة يعني كثيرة الانتشار، يعني الطالب يقدر يخش على النت يتعلم، يخش على كورس يتعلم، يتفرج على فيديوهات، يدير واجبات وياخذ شهادة في الموضوع. اوكي عندنا محتويات كبيره على الانترنت، وعندنا هلبا شباب وقتهم ضايع يفتحوا الفيسبوك وغيره. فقعد الهدف متاعي كيف نخلي الشاب هذا او الشباب يخشوا لي المحتوى التعليمي ويتعلموا. كيف بنطبق احد المعارف النفسيه؟ طبعا لو انا جبت ميه ونبيك تشربها كيف تشربها؟ ما
مش حتقدر تشربها طول، فلازم يتولد عندك دافع العطش أو حاجة العطش، أنت عطشان فلما تبدأ عطشان تبي تشرب مية. فنفس الفكرة نبي نطبقها. طبعا هذا هرم ماسلو للحاجات. لما جيت تشوفوا الحاجتين الأولات اللي هما حاجة الفسيولوجية وحاجة الأمان، بعدها تجي الحاجة الاجتماعية وحاجة التقدير. الحاجتين هذو مهمات، فلو نلعب عليهم حدير نتيجة. وفعلا طبقتها في الجروب، خلات اللي يشارك أو يجيب شهادات ينزلها في الجروب هذا فيحصل نوع من التقدير، وكذلك الجروب هذا خلق نوع من كمجتمع تعليمي، حس بدو عندهم حس بالانتماء، فبدو يسافوا نفسهم زدنرز زدنية كذا، فحسوا بالانتماء في الجروب هذا. الشيء هذا خلاهم ينجزوا بشكل كبير. طبعا تديرون في شهادات اللي ينجز او يحقق مجموعه من المساقات، نعطيهم شهادات تقدير زي الشهاده هذه، ان على انهم كملوا عدد كبير من المساقات. المساقات طبعا مساق اقصد بها كورس. فالحمد لله هذه عينه من الشهادات اللي حطوها لحد الان، ممكن تو فاتوا 100 شهاده حطوهم في الجروب هذا. الموضوع بدا لي صدى عالمي المده اللي فاتت، الاسبوع اللي فات كلموني من موقع ادراك تابع للملكه رانيا، مؤسسه الملكه رانيا للتعليم، فعرضوا علي أنني نجي غادي نقدم عندهم كلمة في مؤتمر إدراك الإقليمي المقام في الأردن الأسبوع اللي فات. طبعاً للأسف ما قدرتش نمشي بسبب شوية بعض الظروف، والحمد لله قدرت أجي عليكم هنا في تيدكس. الحمد لله. طبعاً اللي بنوصله خلال الكلام متاعي أن الإنجازات هذه أو الحاجات اللي درتها ما كنتش حنوصلها لو أني قعدت عالق في موضوع الهندسة أو غيرها، أو أنا درت إنجاز أو أنا جايب الأول أو جايب كذا. النجاح مش بالشهادات، النجاح مش إنك أنت يقولوا جايب الأول ولا غيره، النجاح بالإنجاز متاعك، شو اللي تقدر تديره. واللي نبي نوصله في الأخير بكل، والرسالة متاعي لازم كل واحد فيكم يعرف نفسه مني، من أنت، أنت من تكون. بعد ما تعرف نفسك مني وشين قدراتك، أعرف البيئة اللي تمشي معاك اللي تقدر تنجز فيها وتبدع فيها. وما تقولوش الوقت فات، القطوس زي ما يقولوا بسبع أرواح. والسلام عليكم وشكرا.